يا مساء الفل عليكم. النهاردة وصفتنا هتكون إن شاء الله للرضيع من الشهر السادس، اللي هي شوربة البروكلي بالجزر والكريمة. لذيذة وجميلة جدا ومفيدة كتير 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 للأطفال. زي ما انتوا عارفين الفوائد للبروكلي، هقول لكم على فوائد البروكلي في آخر الفيديو، خليكم معايا إن شاء الله للآخر. تعالوا تشوفوا معايا المقادير. عندي هنا الجزر والبروكلي. الجزر انا بشيله القلب بتاعه كده زي ما انتوا شايفين كده، عندي جزرتين صغيرين. وعندي هنا بروكلي، وعندي حليب والكريمة ومعلقة زبدة كبيرة، بصلاية صغيرة، وفصين او ثلاثة. انا عاملة هنا فصين كبار، لو ما كانوش كبار ثلاثة. هجيب حلة وانزل بالبروكلي بعد ما غسلته كويس قوي بالخل، مية والخل، وانزل بالجزر. هقول لكم على خطوة مهمة جدا عاوزاكم تسمعوها. عندي هنا الثوم والبصل، لو طفلك 6 شهور هتكتفي بالبروكلي والجزر فقط، لو 8 شهور نزود بصلاية. اوكي، لو من فوق السنة هتزود البصلاية والثوم. تمام كده، تمام. وهنا عندي مية سخنة، كوباية مية، عندي كوباية حليب، والكريمة بسيبه لما يستوي شوية، يكون قرب يستوي بزود الكريمة في الآخر، يعني الكريمة هنخليها في الآخر. وزود معلقة زبدة، أنا هنا ولا بحط ملح ولا بحط حاجة أبدا، زي ما انتوا شايفين كده معلقة زبدة فقط. وبنزل بالبصلاية والتومة اللي عندي. التومة مفيدة جدا للأطفال بس مش من أقل سنة. اوكي، يعني لو ابنك عنده سنة عادي تحطي له بصل وثوم مع بعض، مش مشكلة، ولا تحطي تومية عادي جدا، بس اقل من سنة خلاص نستغنى على البصل والثوم وتخلي الخضار عادية. تمام. وهنا بقى بعد ما حطيتها على النار استوت لمدة 10 دقايق، جبتها وحط عليها الكريمة. لسه يعني مستوية نص سوا، هحط الكريمة في الآخر. أنا ما بحطش مية كتير لغاية ما بجي أطحن الخضر وأزود شوية مية. تمام، 10 دقايق تانيين وبعدين شربتنا تكون جاهزة. وبألف عافية على طفلنا إن شاء الله. زي ما قلت لكم بزود شوية مية، شويتين صغيرين لما بكون بطحن. حاجة تانية مهمة، أنا لما بكون بعمل خضار لابني لما كان عنده 6 شهور كنت بنعم الأكل. تمام، بنعم له الشوربة، بطحنها كويس قوي، بس دلوقتي عادي عشان ما شاء الله سنة ونصف، عادي يعني ابتداء من السنة ما تنعميش الاكل قوي عشان ما يتعودش على الاكل الناعم، ما يفضلش ياكل مثلا رز، ما يفضلش ياكل الحاجات المفيدة التانية. تمام، هتشوفوا في الاخر انا ما نعمتش الاكل. وهنا حبايبي وصلت لاخر فيديو، اتمنى الوصفة النهاردة تكون عجبتكم، اللي هي وصفة للرضيع البروكلي بالجزر والكريمة. زي ما انتوا شايفين كده انا ما نعمتش الاكل خالص عشان ابني ما شاء الله عليه عنده سنة ونصف. وربنا ان شاء الله يحفظ اولادكم ويحفظ لي علي ان شاء الله ويبارك لي فيه يا رب. في فيديو جديد، مع السلامة. وزي ما قلت لكم في اول فيديو هنزل لكم دلوقتي فوائد البروكلي.